احنا بنعمل افلام صوبات زراعيه، افلام انفاق زراعيه، افلام زي الملش بتاعه الفراوله وخلافه خاصه بالنشاط الزراعي. شركه الفوتسول بلاستيك تعتبر من التوب 3 في انتاج البلاستيك الزراعي او البلاستيك الخاص CBB. احنا شغالين بقالنا فتره كبيره في السوق بسبب تعدد الانشطه والطلبات الجديده، ان احنا مطلوب نقيس ربحيه كل نشاط وتكلفه كل نشاط علينا. كان بيواجهنا مشاكل كتيره في الداتا بيس بتاع الشركه، مفيش ترابط ما بين الادارات، في نظم مختلفه، سيستمز مختلفه مش على المستوى المطلوب، نستخدم مجموعه من البرامج وما كانش في انتجريشن ما بينها. مع ساب بيزنس وان لا، الدنيا مختلفه، الحاجات دي كلها موجودة، كل حاجة بتبقى أوتوماتيكلي، كل حاجة بتبقى أبديتد لحظة بلحظة، مش محتاجة حتى أن أنا أتدخل فيها. ممكن الأونرز يدخلوا بتقرير أو على الداشبورد يجيب الحاجات دي بنفسه بسهولة جدا، سواء كانت من على البي سي العادي أو حتى من على الموبايل أبليكيشن. زي مشاكل الداتا انتري، زي مشاكل الأخطاء الفردية اللي كانت بتحصل، ده كله تعمل له حصر. مشاكل عدم التعاون بين الإدارات دي اتحلت بشكل 100% الحمد لله. نقدر نمضي من على الساب دلوقتي من غير مش لازم وناخد الأبروفال من على السيستم على طول. قدموا لي الدعم في كافه الاوقات على مدار الاسبوع، حتى في ايام الاجازه، حتى في الايام الطارئه جدا كنت بتصل بيهم وبلاقيهم دايما معايا. احب اشكر شركه بي 1 سوفت وير سوليوشن على المجهود اللي هم عملوه معانا، على التيم اللي كان متواجد معانا بشكل مستمر، على التدريب اللي دربوه للناس وقدرنا نوصل بيه لنتائج كويسه جدا. ساعدوني كتير جدا في ان انا اقدر اعمل تشينج مايند للموظفين اللي عندي، ان هم يبقوا قادرين ان هم يشتغلوا على السيستم ويحبوا ان هم يشتغلوا على السيستم والدنيا تكون معاهم سهله وبسيطه.